ماشي اللائحة النهائية، ولكن بعض اللاعبين غيغادروا، مازال غيغادروا. أول شيء كما قلت لك السنة الماضية كتعرف يعني أنا ما كنتش أنا مسؤول أول على التشكيلة، دابا أنا مسؤول على التشكيلة وعلى حالات الانتدابات، يمكن أنا اللي عشت معاهم. دابا كاين واحد الأحيان أخويا عبد الوارث كاين دي كومبورتومون أوغ دو تيران، كاين أنتوما ما تتعرضوش الأسرار، لأن كاين واحد كما كيقولوا كويزين انتيغ، يعني كاين شي حوايج لان اللعاب انا اللي ما مشاش معايا في شي حوايج واخا يكون كيطيب، يعني انا عز عليا روح المجموعه العائله وما عادش ليا الناس يكون اناني. الا كان اللعاب اناني ما يبقاش معايا، يمكن ما جمعتش بين الكره وبين العطاء. كاين شي لاعبين ما تعطاش لهم فرصه لانهم كانوا تصابوا وجاو حتى الاياب كما لعبوش، كانت الاصابه سبب في المعدل، ولكن انا كتداريب وكتجربه وكنلعبوا ضدي ولا شفتهم انا مامن بهم. انا ما يمكنش نخلي شي لاعب ما مامنش به بالشرف، لان واللاعب اللي باقي ما تعطاجوش فرصه وكيبان ليا باقي نقدر نطور المستوى ديالو راه غيبقى معنا. انا عزيز عليا اللاعب الدراري الصغار تشوفوا انت بدا البدايه الاولى، كنا صحابنا الدري كاع غيمشي في الاول، لانه كيفاش بدا يعني في الاستعدادات كانت سيئه للغايه، ولكن من بعد شفنا فونتي اخر الى في التدريب والرغبه عطينا الفرصه، راه كان من احسن اللاعبين رغم انه جاو عروض كثيره وداك الشيء، ولكن حنا ما بغيناش، حنا كتجارب ما بغيناش هذا اللاعب هذا، بغينا يزيد يكونفيرمي ويزيد يطور راسو، فهمتي؟ علاش الفريق ما تانفيستيش فيه وصيفطو حتى هو شي فريق كبير ويستافد منه؟ علاش غنبيعو على 160 120 وانا عارف من هنا عامين يقدر يجيب لي واحد 3 مليار ولا جوج مثلا؟ علاش انا نزر؟ علاش الفريق ما يستافدش كامل واللاعب يستافد؟ انت كتشوف فيه والتجربه انا عندي بدات في بدات تقريبا من بديت التدريب في 2008 مع قردون طريق ستاتي، لاحه كثير اللي جبتهم واللي جبتهم غير من الشارع، كاين اللي جبتهم فريق هوات وبقى معايا 3 سنين وتطور. عاد اخيرا عماد الرياحي، حسن تيهيتم البهجه، عبد الصمد بدوي، انا نعطيك هاد اللاعبين اللي كانوا مغمورين، ولكن علاش؟ لان كان عندي مشروع وداك المشروع كيعطيني استقرار وداك الاستقرار كيخليني نطور اللعابه، لذلك منها كنحقق نتائج ومنها الفريق استفاد وباع 7 لاعبين دخل فيهم تقريبا واحد المبالغ مهمه بالنسبه للفريق صغير. اما الا كان فريق كبير ما محتاجش واحد المبلغ، يقدر يقدر ينتظر ومن بعد يستافد من اللاعب واحد المبلغ كبير وكبير جدا ويزيد اللاعب يطور المستوى ديالو. اما انت شوف ما كاين حتى شي لاعب طلبتو باش تعرف، لان انا عارف هادشي بيني وبين اللي خلقني الحمد لله من 14 سنه وكندرب، ما كاينش شي واحد طلبتو اللي يستحق شي حاجه اللي كياخذها. والتيران ما عنده والدين وما هو مرايه، يقدر واحد عنده يقدر يكون عنده جمهور اللي عنده صاحب ولا داكشي، ولكن داكشي ما غير كافي، راه خص راه اش كتعطي في التيران؟ راه ما يمكنش واحد ما كيعطيش التيران ويبقى يلعب، راه دير ما يمكنش دير ما راه ما يبغي لا مدرب لا مساعد لا اداره، كاينش واحد ما تيعطيش وغادي يبقى يلعب، هادي راه ما هادي بعدا ما يتسناش مني، يقدر نصبر عليه الا انا عرفتو مي فورم، ولكن عارف غيعطيني انا عارف غيعطيني ولكن مي فورم، يقدر يرجع الاصابه ولا باساج فيد، خصني نعاونو ما خصنيش نقعد لا ما خايفش. علاش عندي الوقت؟ لان اول شيء بالنسبه لهاد اللاعبين ولا سيما محمد عبد الله غير ما توفقش عندنا، اما هو كان كيفاش كان في اتحاد التوانسه صعد معاهم، ودابا لعب فاش مشى لعب مع الاتحاد الاسلامي 14 ماتش وشد 3 وجاب ضربات جزاء، ما توفقش مراكش فهمتي، ما توفقش. بالنسبه للغرير انا كان يمكن نحتفظ به، ولكن كانوا لاعبين ولاد فريق افضل منه، من كانوا افضل منه في الدرس انه قلت لي انا اللي جبتك، ولكن داك الشيء اللي كنتي عطيتي لي السواله ما عطيتينيش هنا، انا ما عجبتينيش وانا اللي جبتك وانا اللي غنمشي، وانا ما والو خدا داك الشيء اللي لعبت. اما الزراوي انا اولا لعب ضدي في السوالم ودا كاس العرش، داك العام اللي توفي كاس كان تالق، يمكن اللعابه تباعوا وما تباعش يمكن اثر عليه، انا اللعاب جا سينا مع 12 الليل في ذاك اخر الناس كاع كيشكروه، قلنا يمكن يكون اضافه يقدر يكون اضافه، ولكن ما عطاش اضافه. انا بعض الاحيان كيكون داك الاختيار ما كيكونش ديالي 100% كما قلتي، وتنسول الناس كنقدر ما كنتوفقش فيه، ومنهم الزراوني ما توفقش فيه حقيقه، ما توفقش فيه. ومحمد الله كان مزيان لانه خير دليل، كون عطينا وقت كما عطاو الاتحاد الاسلامي المجدي، الغرير اللي ما ظهرش مستوى صافي، هو خصك تعرف
انت ملي كتمشي للسوق متاخر اش غدي؟ سولت شنو؟ الله يهديك. بحال دابا انت ملي كتكون مثلا راك شي داعي عيد الاضحى الا مشيتي متاخر شكون اللي كيرجع؟ كيرجع اللي ما مليحش بحال اللعابه فهمتي اللي ما مليحش راه ما غيبقى يتسنى حيت ما تقولش لي انت العام مزيان وكيتسنى ما كايناش العام مزيان كيطيروا به وما حدش المناجير ما حدش لاي واحد راه تلقى الفرق يتصلوا به وكلاء لاعبين يتصلوا به راه ما يخليوش حاجه مزيانه الكاليتي راه ما تتبقاش انت جيتي واحد تقريبا تيبان لك جيتي في لو 5 لو 25 كتلعب لقيتي الناس سيناو ليهم ولي راه حنا شحال من لعاب راه سيناو ليهم ما عطوناش كاين اللي ما ساعدنا بوالو الحقيقه ما ساعدناش ولكن اللي عطى الله دار الكونترا ديالو وهادشي اللي عطى الله لان كما قلتي ملي كتكون مزروب وخصك تخدي الغرض ولكن حنا كنقولوا في الاخر الحمد لله والشكر لله لان تصور انت كون جيتي ديك التركيبه وما نجحتيش فيها ما حققتيش نتائج خصك الكره حنا باقيين دابا كنهضروا على الناسيونال هاد العام دابا الكره كنهضروا على الناسيونال دابا هذا الشيء كله توفقتي يعني خصك تحمد الله وتشكره وتقول الحمد لله نفعتنا واحد شويه التجربه ديال اللعاب ومدرب فهمتي هذا الشيء اللي هو انا سعدت واحد خمسه المرات وعرفتني كنعرف الاسلوب ديال الهوات والملاعب وشويه الحكام غوتوا عليهم شويه وهذه وهذه فهمتي اللي خلاتنا باش نجحنا وصافي والحمد لله ما راه كان يعني الزربه صعيب تربح صعيب تحقق المنتخب